نروح لواحد من أهم النقاد الرياضيين ومتخصص في شؤون القسم الثاني والثالث، الأستاذ أحمد القصاص، طبعا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالمصري اليوم. أستاذ أحمد برحب بيك. ربنا يخليك يا أستاذ إسلام، تحياتي ليك طبعا وللسادة المشاهدين. أنت اتكلمت في جزئية جميلة وهي الأهم. جزئية القسم الثاني. ناس كتير طبعا طلعت وقالت لك دوري القسم الاول هيبقى فيه صعوبه شويه عن دوري القسم الثاني. لا، ده انا بقول للناس وللساده اللي هم بقى هيقدروا يحللوا ويعرفوا الازمات فين، القصه والمشكله والازمه مش في دوري القسم الاول. او يلعب او يستمر او يتم استئنافه او الاهلي يتوج بالبطل ويتم الغاء، مش دي قضيه. القضيه في دوري القسم الثاني. دوري القسم الثاني يا استاذ اسلام فاضل 5 مباريات. عندنا حوالي 20 نادي، انديه كلها جماهيريه، منهم طبعا على راسهم نادي دمنهور، نادي البلديه، نادي الاولمبي، نادي المنيا، نادي سوهاج. احنا بنتكلم على الانديه اللي بيعتبروها يعني الانديه اللي عندها موارد ماليه وطبعا بتقدر تصرف وهي مستريحه ماديا طول السنوات اللي فاتت. كل الانديه دي تقريبا وعلى راسهم اغنى الانديه نادي البلديه. انا بتكلم مع الحاج مصطفى السامولي رئيس نادي البلديه المحله من يومين، قال لي الكارثه دلوقتي النادي البلديه اللي كل الناس مفكراه ده من اغنى الانديه في القسم الثاني، احنا النهارده علينا ديون ممكن وصلت لمليون جنيه. احنا طول عمرنا عندنا فائض 10 مليون 15 مليون، وصل المبلغ السنه اللي فاتت فائض في الميزانيه 20 مليون. نادي البلديه النهارده بتعرض لازمه ما تعرضش لها نادي البلديه من تقريبا من 20 سنه. وهكذا كل الانديه. فانا بقول لك كده ليه؟ عشان دوري القسم الثاني الناس هتقابل ازمات، وهي ايه؟ كيفيه الصرف على ال5 مباريات. انت بتقول لي القسم الاول فيه 17 مباراه، لا، من السهل جدا ان ال 17 مباراه يعدوا ويتم الصرف عليهم لان الانديه ديت مستريحه ماديا. اما انديه دوري القسم الثاني لا هي جاهزه ماليا ولا ماديا ولا هي جاهزه احترازيا، يعني عشان تقول لي هنطبق الاجراءات الاحترازيه في دوري القسم الثاني هقول لك مستحيل هيتم تطبيقه في دوري القسم الثاني، لان هم ما عندهمش اساسا بدلات انتقالات او الموارد الماديه اللي تخليهم بس ايه يقدروا يلعبوا ماتش او يسافروا بره ملعبهم يروحوا يأدوا ماتش بره ملعبهم. طيب لو في حل مثلا ان بعض الانديه او ان يتم مثلا تجميع انديه فمثلا في مكان معين في القاهرة في اسكندرية، وبحيث ان يتم الانتهاء من الخمس مباريات او الخمس اسابيع، هو ده الحل. واتوقع انك انت اول واحد في مصر يطرح الحل ده، لان الحل ده لو تم تطبيقه يبقى احنا عندنا كوادر ادارية بتشتغل صح. وانا احييك لان ده ما كانش على بالي حتى. طبعا متابع لكل الناس سواء في اتحاد الكوره سواء في الانديه سواء المتخصصين سواء الناس اللي طرحت اكتر مبادره زي نادي سيراميكا، لا، ما حدش طرح المبادره دي، والمبادره دي هي الحل الامثل والاقرب لعوده دوري القسم الثاني واقامه الخمس مباريات، ان هم يتم تجميع كل مثلا مجموعه في بلد معين ويتم اقامه المباراه في استاد واحد مش في 100 استاد. ده ممكن يبقى الاقرب ان هو اتحاد الكوره يقدر يرجع الدوري ده ثاني، رغم ان في انديه الصعيد طبعا ناديين بس البني سويف والبنك الاهلي هم المعترضين على الغاء الدوري وبيطالبوا باستئناف الدوري، بقيه الانديه ال10 انديه في المجموعه بيطالبوا بالغاء الدوري. كم نادي بقى في الثلاث مجموعات من 36 نادي؟ في 30 نادي بيطالبوا بعدم استمرار الدوري او استئناف الدوري مره اخرى. القصه برضه يا استاذ اسلام، حتى ولو تم اتحاد الكوره خد برايك الجميل الرائع اللي انا اتمنى ان هو يتم تطبيقه لان احنا نقضي على ازمه الموارد الماديه، احنا هتقابلنا الكارثه السنه الجايه. وانا بقول لك من دلوقتي القصه صعبه جدا، اللي هي انك انت تقدر تلعب دوري القسم الثاني ازاي في ظل انديه افلست وما عندهاش موارد ماديه تصرف على الدوري السنه الجايه، وده اللي انا خايف منه، مش خايف السنه دي، لا، ده انا خايف عدم اقامه دوري القسم الثاني السنه الجايه، لان نادي زي دمنهور بيعتمد على محلات الايجارات، على صالات الافراح، على المطاعم اللي عنده، كل ده قفل من 4 شهور او من 5 شهور، لما يرجع للناس اللي هي مأجره منه عشان خاطر يتكلم معاه ثاني هيكون فات 7 8 شهور، هيقول له جدول الاول الديون، جدول على 10 شهور 12 شهر، طبعا ده
فين عبل ما يبدا يرجع الاموال لخزينته تاني هيبقى فيه صعوبه. فانا بقول بطرح حاجه ان الوزير يقعد مع رؤساء الانديه كلهم ويلزمهم بحاجه يا استاذ اسلام، ودي الحاجه برضو انا بقولها من خلالك، ان هو يقنن وضع التعاقدات الجديده. يعني اي لعيب كوره في دوري القسم الثاني ما يتعداش المقابل المادي بتاعه عن 100,000 جنيه، يعني ما ياخدش اكتر من 100,000 جنيه سواء النادي في القمه او في القاع ايا كان. الوزير الشباب والرياضه مع اتحاد الكوره يلزم الانديه ان هو يحد من المغالاه في اسعار اللعيبه، لان في الحاله دي ممكن الدوري يستمر شويه. الثانيه بقى ان هو برضه يقعد مع الانديه ديت ويلزمها كتابيا ان هو ما يتعاقدش مع اي مدير فني اكتر من 30-40,000 جنيه، ويتم الاعلان لذلك. لانك انت النهارده لو انت نفذت الحته ديت انك انت تقنن او تقلل قيمه التعاقدات للمدربين او اللاعبين، دي هتحد كتير من الايه؟ من الازمات الماليه. زائد بقى ان كل انديه تبدا تتخلى عن المعسكرات بتاعتها، يعني كله بقى يبدا يلعب يعمل فتره اعداده في ملعبه بعيد عن المعسكرات بتاعته. دي كلها حلول لدوري القسم الثاني، لكن لو ما الحلول ديت لو ما شاهدتش النور الايام اللي جايه والوزير قعد مع اتحاد الكوره ومع مسؤول الانديه لتقنين الوضع ده، انا بقول لك هيبقى في صعوبه في استمرار الانديه السنه الجايه او في استمرار الدوري السنه الجايه. انديه كتير اعلنت افلاسها، انديه كتير ممكن تقول لك انا بعلن الانسحاب من الدوري، وانا متوقع ذلك في القسم الثاني. ممكن اكتر من نادي يعني انسحابه في القسم الثالث، انديه كتير هتعلن انسحابها في القسم الرابع، ممكن انديه هتبقى يعني عاداتها كتير انها تعلن انسحابها. فالوزير لو قعد مع اتحاد الكوره ومع الانديه هيقنن الوضع، وهيبقى في امل ان احنا نلعب السنه الجايه في ظروف ماليه هتبقى الى حد ما صعبه جدا على الانديه. استاذ احمد القصاص الناقد الرياضي بالمصري اليوم، طبعا بشكرك، والمتخصص في شؤون او الدوري القسم الثاني والثالث والرابع.